الموسم الثاني من رحلة تحدي البحث عن الكنز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين زي ما وعدناكم. خلصنا الموسم الاول من رحلة تحدي البحث عن الكنز، وفي الموسم الاول قدروا اخواني يحصلون الكنز. الموسم هذا الموسم الثاني راح يكون اكثر صعوبة واطول مدة، وفي تحديات واشياء. هدفي بحكم اني مسوي التحدي ان اخواني يستسلمون، لكن هل يا ترى الموسم الثاني هل يستطيعون اخواني العثور على الكنز اللي راح يكون ثمين جدا جدا جدا؟ احنا جاهزين يا حبيبي. جاهزين. شوفوا يا شباب، الوقت اللي تشوفون انكم تبغون تستسلمون تقولوا لي خلاص يا سعود احنا نستسلم. ما راح تسمعها يا احلامك. اقول لك وعد ان ما اقول الكلمه، ما راح تسمعها ابدا. صدقوا يا عيال، كفو كفو. نشوف. وبحكم انها الحلقه الاولى اتمنى تدعمونا بزر اللايك والاشتراك في القناه، نبغى نوصل 500,000 لايك، لانكم بتشوفون سلسله رهيبه وبتستمتعون بكل تفاصيله، والموسم هذا في اشياء مره غير. طيب ناخذ راي المتسابق الاول سعد. طبعا انتم كلكم فريق. سعد، رايك في الموسم الثاني؟ يا حبيبي احنا مستعدين لكل تحدياتك وجاهزين لان فريق واحد. الله الله، انا راح اقول لك ما في شيء اسمه استسلام، وانا مع بعض راح نوصل للكنز ان شاء الله. انا بس بقول لك جهز الكنز من الحين، الناس راح ناس. يا متابعين شوفوا وجيههم قبل ما تجيهم المشاكل والصعوبات والألغاز. الصعوبات عليك حبيبي. نشوف نشوف. تذكروا كلامي هذا من الحلقة الأولى. جاهزين؟ جاهزين. كرنفال MLBB لكرة القدم قادم وبقوة. الكل يقدر يشارك والكل يقدر يحصل على الكوبونات هواوي من MLBB، ورح تحصل على جوائز حصرية مثل هواوي B40 برو وهواوي نوفا 7i وهواوي فري بودز. ومو بس كذا، راح تحصل على تي شيرت موقع من المنتخب السعودي. زوروا هذا الرابط حتى تشوفوا تفاصيل الفعالية بشكل كامل، مثل هدايا الكرنفال وتحدي فلتر الانستغرام، وراح تشوفون سكين الجديد الموقع من نجوم المنتخب السعودي، واشياء كثير في انتظارك. طبعا لعبة MLBB لعبة مرة جميلة، 5 أشخاص ضد 5 أشخاص، والفريق الأول اللي يدمر أبراج العدو راح يكون هو الفائز. طبعا هذه اللعبة استراتيجية وتعتمد على التخطيط. رابط تحميل لعبة MLBB تحت في الوصف، اضغط الرابط وحمل اللعبة. نزلها مجانا. مواجهة الأبطال MLBB. من نقطة البداية للعثور على الكنز، مرحبا بكم في الموسم الثاني من رحلة تحدي البحث عن الكنز. العلم هذا هو نقطة البداية، وإحنا موجودين الآن في الصحراء. أوكي؟ أوكي. مستعدين؟ مستعدين. يلا يا سعد، شوف الرسالة الأولى اللي راح تطلع لك وراح نقرأ كل رسالة. يا سلام، هذه أول رسالة. مرحبا بكم في تحدي رحلة البحث عن الكنز في الموسم الثاني. لقد كان الموسم الأول صعبا بعض الشيء، ولكن سوف يكون هذا الموسم أصعب بكثير. أول رسالة تخوف. إنهم متحمسون. يلا يا شباب. أوه، رسالة كبيرة. يلا يا شباب شوف الرسالة. يلا، هذه نقطة البداية. هل يا ترى يا سعود رسالة؟ والله توترني. من البداية شيء قوي قايل لكم أنا. بسم الله نشوف. خريطة الكنز. في رسالة، في رسالة. يلا نشوف الرسالة، نشوف ايش مكتوب في الرسالة. في هذه الرحلة سوف تحتاجون إلى هذه الخريطة التي ستساعدكم للوصول إلى الكنز، ولكن هنالك بعض الأجزاء من هذه الخريطة مفقود، يجب عليكم العثور عليها. أوه سعود، خريطة وكذا. أيوة، هذه خريطة الكنز أو العثور على الكنز، ناقصة جزء من هنا وجزء من هنا. هنا هنا الكنز. سعود اشرح اشرح. بشرح لكم الحين. تشوفون هذه الخريطة الجميلة. أول رحلة احنا موجودين وين يا شباب؟ في الصحراء. نطلع من الصحراء بنروح لوين؟
الغابة. بعد ما تخلصوا من الغابة شوفوا انتم يلا ناظروا ما لي دخل. هذا مفقود. أيوة. بس هنا في شيء. هنا في شيء. اوه في واحد هنا رجال. اها. بعد المكان هذا. اوه في شيء مقصوص. ايوه في شيء ناقص هنا من الخريطة. اوه شفتوه؟ وسفينة. الكنز هنا. والله. والله صعبة. شوف هنا في سفينة. اوه لحظة لحظة. الرسالة ذي فيها شيء معورة. اوكي. خلوني اقرا. وايضا خلال هذه الرحلة يجب عليكم العثور على 3 مفاتيح حتى تتمكنوا من فتح صندوق الكنز. وفي رمز هنا حاطينه لكم. اوه انت تقصد المفاتيح هذه. شوف ركزتوا. يعني احنا غابة ناخذ مفتاح. الله عليك. لازم تعثرون على 3 مفاتيح في هذه الاماكن كلها عشان نفتح الكنز. ايوه الكنز فيه 3 اقفال يا شباب. يعني المرة ذي مو بس العثور على الكنز، العثور على 3 مفاتيح اول شيء، والعثور على الجزء المفقود او الجزئين المفقودة من الخريطة. سعود. سعود. ثم العثور على الكنز. والله صعبة يا سعود. تستسلمون. لا لا لا. قلت لكم في البداية والله العظيم الموسم الثاني لأخليكم مو بس تتعبون، خلاص تصيحون. سعود معنا الخريطة هذه راح تبقى معنا طول الرحلة صح؟ ايوه ايوه بالضبط، عشان تعثرون وتوصلون للكنز. احنا الحين في المرحلة ايش؟ الصحراء. بعدها الغابة. اي غابة وكيف لازم تخلصون من مرحلة الصحراء. احنا لسه ما بدينا. في صح في رمز هنا. ايوه ركزوا يلا شباب. وش 20 ذا؟ ركزوا. 20 ام متر يعني. 20 متر على ذا الاتجاه يعني اعتقد. ثم ضربوا لما هذا الاتجاه. اسمع انا بقولكم شيء دحوم. انا وساعداتي في الموسم الاول كثيرة، الموسم هذا 3 مرات طوال الرحلة. اسمع لا تاخذ مساعدة، فهمتها؟ شيل الحية تروح منك. طيب اس الاتجاه. وش الاتجاه؟ اس شمال. ان ساوث. سعود تكوى. انا مالي دخل. يلا يا شباب بعد لو تروح هناك على الاتجاه. هذه الشمس الحين. يلا يا شباب منا صح. هذا شروق. هيا بينا. هذا الشمال. شوفوا هذا الشمال. انهم متحمسون. هنا الجنوب. سعود هنا. ما ادري يلا. وش مكتوب؟ لحظة نروح 20 متر. بعدين 15 متر. يلا عاد انا مالي دخل. على اليمين. يلا انطلقوا. الخريطة. والله بغي ينسون اهم شيء، الخريطة اللي بتوديهم للكنز. هذه بدايتها ها؟ لا يا حبيبي. ما زالوا اخواني يمشون في هذه الصحراء. الحلقة الأولى والمرحلة الأولى. هيا بنا. هي هنا 20. يلا. اوه هذه. خلاص 15. هيا بنا. ايوه. افتح الرسالة. خلونا نشوف ايش مكتوب في هذه الرسالة. سوف تعتقدون ان العثور على الكنز سيكون بهذه السهولة، ولكن ستكون هنالك تحديات صعبة، والسفر والتنقل حول العالم والمهمات الخطرة. سعود والله منك متوحشنا. ايش ذا يا اخوي؟ الرمز اهم شيء. هيا بينا. الحقيبة المفقودة. ها سعود والله ما انت مصعبها من البداية. والله يا سعود انها صعبة. ما سؤال بس سؤال واحد. وشو هذا؟ هذا لا تكفى قلنا يا اخي. هذا ايش فكروا؟ شوف حقيبة المفقودة وحط عشب الظاهر ما ادري. والله عشب سعود. عشب الصحراء هذا ايش؟ والله فكروا. اي والله ما ادري. ايش هذا؟ شوف اي والله هذا. طيب وش حقيبة مفقودة؟ وش حقيبة مفقودة؟ ما ادري بس انه علينا من رمز يمكن يساعدنا ولا شيء. شوفني دور شيء عند زي ذي الشجرة ذي. لا ما اتوقع سعود حط شنطة ولا شيء. ما ادري. لن اساعدكم يا اصدقاء. طب خلاص اجل ابحثوا. دحوم انت تروح من هناك كل واحد. ايوه اخيرا موسم الاول من اول. خلاص انت منا وانا منا. ها ما زالوا اخواني يبحثون. شوفوا هناك سعد، هناك دحوم. لقيت شيء؟ لقيت شيء؟ لا ما لقيت. هل يا ترى يلقون شيء ولا لا؟ ها الخريطه لها دخل؟ ما ادري ابحث بس حسب الرسالة. وين دحوم اشوفه؟ وشو؟
هيا بينا هيا ابو دعوه يا سعود. ها والله شلطة. ايوه شوف شوفها. يا سلام والله في رسالة. في رسالة. اوه رسالة. خلينا نشوف ايش مكتوب في الرسالة. حقيبة الأسرار، ربما تحتاجون إلى أدوات كثيرة خلال هذه الرحلة الطويلة. حقيبة الأسرار ستكون المساعد الأول لكم. حلو حلو. إيه دحوم. والله كفو كفو. إيوه. افتح طيب الحقيبة. يلا يا شباب. هل يا ترى؟ شنطة. منه منه منه. أوه. حلو. يكون في رسالة. يلا يا شباب. شباب وطنت. شو حبل. يلا يا شباب فكروا. تعال تعالوا حق الحبل. اسحب 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 يا سعد. يلا يا شباب. انهم متحمسون. اوه نقص الله نقص الله. هذا الحين عطاك شنطه صح؟ وش هو نقص؟ شاهد منه. طيب اقص ذا وش؟ ها يا شباب ايش لقيتوا؟ يمكن في الشنطه في شيء يا سعد. شوف شوف في شيء في الشنطه. ما ادري لا تسالوني على كل شيء ماني مجاوب انا. شنطه 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 شنطه. ها يا شباب سعود دور دور زين دور هنا 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 سعود هنا من أولها هنا توهقنا. ما لي دخل. فكروا. زين. والله ما في شيء. دور من هنا. يلا يا شباب. هنا هنا سعود من أول جزء هنا 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 في سحر. أنتم يا شباب مستعجلين هذا اللي أقوله. يا أخي شوف ما في رمز. ما في رمز. من ورا من ورا. فكر سعود ترى والله مو من اولها كذا من او انا قايل لكم المرحله هذه اسهل مرحله اصلا. دور 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 دور. يلا يا شباب نقول حقيبه هي المساعده لكم. يعني وش هذا سعود وش دخل الحبل ذا والمقص؟ فكر. طيب انت ليش انا حاطه؟ فكر يا شباب. خلينا نرجع للحبل مره ثانيه. يلا يا شباب خليه. شباب سعود يا اخي والله احترنا. استسلمتوا. الله الله والله صدق سويت كذا. والله سويت كذا بس قلت لكم انتم مستعجلين. والله انت حافر عاد. محفوظه الرساله. خلونا نشوف ايش مكتوب فيها. رائع لقد حصلتم على الاداه الاولى التي ستحتفظون بها في حقيبه الاسرار. ولكن هذا لا يكفي. ما اجمل انعكاس المراه في الصحراء. يا الله. والله انك ايش ذا وش جديد؟ والله صعبة يا سعد مرة. سعود سعود يا ربي اللي فهمت ان هذا بنحتاجه يعني نحطه في الشنطة صح؟ ما ادري ايش مكتوب في الرسالة ماني مجاوب. اسمع 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 مكتوب حصلتهم على الأداة الأولى اتوقع اقصد المقص. انا اتوقع جب 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 في ايش؟ في حقيبة الأسرار. حقيبة الأسرار. حقيبة الأسرار وخريطة الكنز. لو ضاع منهم شيء خسرتوا التحدي من هنا اقول لكم. لأن المراحل الجاية تعتمد على هذه الأشياء. يعني ذيك الشنطة نحط فيها أغراضنا. الله عليك. طب وشو هذا ممكن لو سمحت؟ وشو؟ تكو هذا علمنا يا سعود. وش الملاعب؟ ما أجمل ما أدري هذا لغز حل أنت في الصحراء. خربيه. يا. هاي. بداية سعود والله. هيا بينا. سعود والله صعب. بتدورون ولا تستسلم يا أخي؟ لحظة لحظة. الحبل نحتاجه شيء. ما أدري. سعود جاوب. يا أخي علمني. سعود جاوب. يا أخي يا أخي أنا ما أفهم أقسم بالله من الموسم الأول. أقر طيب أقر لا تقول لي. يا أخي انعكاس المرآة في الص. وش يعني بتجايب مرايا أنت؟ ما أدري. ابحث هذا له فايده صدق. شوف انا شوف احنا بناخذ ذا يمكن ما ادري خذ خذ ما مضايقنا شنطه كبيره. هل يا ترى شنطه يلا يا شباب. يلا يلا يا سعد بسرعه. كل واحد كل واحد ياخذ اتجاه نفس اللي قبل شوي. خلاص انا منك انا منك انا منك انا منك. لازم سعود ها لازم ذا ما ادري سعد 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 تروح منا دحوم منك دحوم نفس الاتجاه. ها يلا 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 يا شباب. طبعا انا اطفي التصوير لين يلقون شيء. اذا لقوا شيء صورت. يلا يلا يا شباب لكم 10 دقائق. طفشت والله مشكله وحر.
يلا يا شباب هيا بينا. وشو دلّا وش لقيت؟ مرايا. اوه اوه والله اني متوقع انك تحط مرايا. لا يا شيخ شوف 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 ايش لقيته؟ يا الله والله تعب تعب مره. الحمد لله. سعد سعد افتح رساله. يلا يا شباب افتح رساله. بسم الله خلونا نشوف ايش موجود بالرسالة. يبدو انكم متحمسون جدا، لقد اتممتم مرحلة الصحراء بنجاح، للذهاب الى مكان الغابة استخدم هذه الارقام. ايه حلو ايه سهل سهل ما عندي شيء صعب عندنا انا ادور زين. سعود والله والله انها تعب. المرحلة انتهت ولكن هنالك لغز خطير. افتح الخريطة الخريطة الخريطة. يا شباب شوف الصحراء خلصنا هذه صح سعود؟ هذه الغابة شوف شوف فيها مفتاح فيها اوه مفتاح. فيها مفتاح هنا. اوكي المفتاح الاول اذا لقيناه بنصير جمعنا واحد من الثلاثة ذولي. الحين شويتها يمكن لها فايدة. خلنا ناخذ ايه بنحطها في الشنطة في الشنطة ايه. يلا يا شباب بنحطها في الشنطة. وش انت سحبت على ذي؟ شوف ايش مكتوب. ايش وش ذا؟ وش ذي ارقام حروف؟ وش انهم متحمسون. سعود سعود لا لا يا اخي سعود اخر فتره سعود اخر فتره ادور زين عين هذا صح عين لا لا يا اخي وش ذي ارقام؟ هذا واحد هذا واحد صدقني دحوم. اقروا الرساله عشان تفهمون. للذهاب الى مكان الغابه استخدم هذه الارقام. اي 041 يا اخي والله صح 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 هذه اي صح الحمراء هذه إيه هذه إيه يا سعد. اربطوا الأشياء اربطوا الأشياء مع بعض. ثم هذا عطني لا 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 ركز ركز ثاني شوف إي أو فور ون. لا 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 ذا صفر صدقني هذه يا سعد أرقام صدقني هذه أرقام سعود والله. بس أرقام شو فائدتها؟ حد فكر يعني سعود بس كذا يعني قل كلمة لا لا شيء. تبغون مساعدة واحدة؟ مساعدة واحدة لا لحظة لحظة سعود ايه عندكم ثلاث بس انه ما تعتبر من مساعدة ثلاث الا تعتبر. لا لا خلاص طب دقيقة فكروا فكروا يا اخي فكروا فكروا عندكم كل المعطيات بالخريطة بالخريطة بالخريطة. يلا يا شباب الصحراء الى الغابة الخريطة الكنز. مشكلة الغابة يا شباب لازم هيا بينا الكنز في انتظاركم يا شباب. ايش معناتها؟ شمال نورث. طب خلاص ورني ثم اي 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 وفي غرب اي وان اي ولا وفي والله اني ناسي اتجاه لحظه لحظه اتجاه صح ايش يعني سعود سعود صدق هذه صدقني كلها ارقام شوف مقلوب شباب فكروا يا اخي 4 1 ثواني صح 9 هذا صفر صفر ثواني شباب هذه وش 8 8 1 5 8 ان ان خمسة واحد اتجاه اتجاه واحد كوه. خمسة كوه. واحد خمسة اتجاه الغابة صح؟ مكان الغابة ذا ها؟ مكان الغابة صدقني سعد مكان الغابة أنا ما أدري أنتم تقرون رسالة ولا لا. سعود يا سعود اصبر علينا أول مرحلة يا سعود اقر الذهاب للمكان استخدم استخدم الأرقام للذهاب للمكان يعني هو ذا بس اقر دقيقة اقرأ يقول اقرأ استخدم هذه الأرقام يعني وين نستخدمها فيه هنا النقطة فهمت؟ ها المرايا لها دخل ما ادري لا يا شيخ لا لا في المكان لا. يعني مكان الغابه وش الشيء تكتب فيه عشان تروح الغابه دقيقه دقيقه وين ما تدخل صدقني ذي ما لها دخل صدقني انه ما لها دخل خلها خلها خذ الخريطه بس وذي بس خلينا نجيبها ثواني ثواني سعد سعد اسمعني ربي سعد اسمع يا بينا ما في ترك واحد بس ترك واحد لا تلميحه قل قل كلمه استخدم المراه تلميحة هاي تلميحة استخدم المرآة فكه فكه ما في شيء لا استخدم المرآة اقسم بالله لا الغي التحدي لا سعود 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 تستهبل اخلصوا والله العظيم اوكي تنقرب تنقرب اي والله 4-3 5 1 5 1 5 هذا اللوكاس الاتجاه الله خريطة خريطة
حطيته في المراية تطلع لك الأرقام الحقيقية. هذا هو اللوكيشن مكان الخريطة، استخدمت المرآة عشان تنعكس الأرقام وتطلع صحيحة. والله توقعت ما لها دخل أبداً يا سعود، إنها صعبة من أول مرحلة صعبة. أنا هاي اسمع ترى لو ما لمحت لكم ما جبتوها عشان نكون صريحين يعني، أوكي؟ والله كنت أتوقع أن المراية لنا يعني. لا يا حبيبي، الآن انتهيتوا من المرحلة الأولى الحمد لله، ولازم تعثرون على مكان الغابة باستخدام الرقم اللي طلع لكم الآن. أنت استخدم جوال صح؟ عادي. 5-1 أيوه 5-1 هيا بينا. إن 5-4-0 هيا بينا. أوه ورني وش ذا؟ وين مكان الغابة؟ أوه. شوف 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 في هنا شيء، هيا في بيت بينا. في بيت هنا، في بيت والله صدق. وسعود كم تبعد هذه؟ كم تبعد؟ وري وري سعود ورني. سعود نعم. كم شوف شوف كم؟ اوه 5 ساعات ونص هذه بالطياره. سعود بالطياره 5 ساعات ونص دوار طيارة ولا سيارة؟ هذه طيارة 5 ساعات مدري 6 ساعات. الا طيارة عمك شو الدليل؟ ورني سعود بالسيارة يوم 22 ساعة. الكنز ثمين، تبغون تواصلون التحدي ام استسلموا من الان؟ لا 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 نقدر ان شاء الله. هنالك السفر وتحديات صعبة لكم قريبة منا ونروح. يا اخي نفسه نفسه ومكتوب غابة وطلع اللوكيشن غابة، تأكد من الرقم ناظر زين. نفسه والله نفسه، مو معقولة يودينا احنا فيه غابة قريب منا، ما في غابة لازم برا. سعود اسمع، طيب يمكنها يعني في سعود جهة ثانية. سعود في البداية، سعود في البداية قال في سفر وما ادري وش اللي كانك بتسفرنا. طيب يمكن يعني سفر، اسمع اسمع، يمكن سفر مثلا داخل منطقة قريبة من عندك ولا شيء، فهمت؟ اسمع طلع لكم اللوكيشن ولا لا؟ طلع اللوكيشن يا اخي. وين فيه؟ يبعد كم؟ ساعة يوم واثنين وعشرين. يجب عليكم الذهاب هنالك لاستكمال المرحلة الثانية، مرحلة الغابة والعثور على المفتاح. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا.